هو اللي خرج بالريزيتا على خاطر اللي ليتوال من اول من اللي فيها ماتش لالي وحسيناهم تشنجوا شويه حسيناهم موتيفي اكثر من لازم يمكن اللي عندهم الكل خليوه في وسط الجماعه ما احنا قعدنا كونسنتري للماتش وسورتو حتى وصينا الاولاد اللي الماتش يتلعب على 90 دقيقه مهما شنو باش يصير في الماتش نجم تقبل بونت باقي مازال 90 دقيقه وهذاك علاش معناها شفت التركيز قعد حداش الاخر وين ماركينا بونت اللي فريمون ارتحنا به بالبدايه وقت اللي الاتوال كانت نازله مليح. المهم في هذا الكل ترشحنا دومي فينال ما زلنا ما عملنا حتى شيء لازم ساقين في القاعه نلعبوا كونتر ادفيرسير كورياس دايور احنا الفيزيوناج كي تفرجنا في الاتوال تفرجنا كونتر ليكيب تاع بريميرو دي اغوستو دونك معناها ايكيب محترمه جدا باش يكون دومي فينال صعيب بقدرة ربي نتعدى ونحضر بالبداية نتعدى إن شاء الله. إن شاء الله.